السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. يقول لك هذا في واحد مضيع له بعير، ويتمشى ويتمشى يدور ذا البعير ما حصله، وفي روحته لقى له بيت شعر، قال بيقلط عند راعي البيت الشعر هذا، بيتقهوى عنده وبعدها يريح وبعدها يروح يدور ذا البعير يضيع له. يقول لك يصيح راعي البيت راعي البيت، وما في الا مراه، وكلمته قالت له اقلط تفضل، وقربت له المعاميل وقربت له الحطب وولع الحطب وصلح القهوه، راعي البيت هو موجود شوي ويجيك ضيف ثاني بعد، يا راعي البيت يا راعي البيت. قالت له المراه اقلط، وجاء عند الرجال الضيف هذا الاول وقلط معه. الرجال الثاني هذا الضيف مضيع له إبل، الإبل هذا يجي حول 10 إبل مضيعها وجاي يدورها، وتعب من اللف ولقى له بيت شعر، قال بيقلط عندهم وبيريح شوي بعدها يروح يدور ذا الإبل اللي ضايع عليه. جلس مع الرجال هذا، يقول لك الاثنين ما يعرفون بعض. ايش ولا جرع البيت، جاء راعي البيت، راعي البيت والضيف الثاني من نفس القبيلة، الضيف الأول من قبيلة ثانية، وقام هذا الضيف الثاني يتكلم على فيه قبيلة من القبائل، يتكلم عليهم، طلع الضيف الأول هو من نفس القبيلة اللي يتكلم عليها الرجال، ويتكلم، وهذا الرجال صابر وساكت ويتكلم وشوي يقول لك راح راعي البيت وذبح الذبيحة وجاب الذبيحة وصلحها وطبخ وجاب الذبيحة لهم وقلطهم على الغداء. يوم جاوا على الغداء قام هذاك يطري مرة ثانية نفس القبيلة ويتكلم عليه، هذاك ما تحمل الضيف الأول ويرفع يده ويضرب الضيف الثاني كف، يوم يضربه كف ويقوم هذا الضيف الثاني، وراعي البيت وقف راعي البيت علشان هو جاي الرجال هذا الاثنين ذلي ضيفان وعنده في البيت. قام هذا خاف الضيف الأول، خاف وطلع، طلع ركض داري انه بتصير مشكلة، وعنده الضيف الأول كان عنده بعير بعد جاي فيه ويدور بعيره، وخلى البعير هذاك عند بيت الشعر وراح يمشي على رجليه وركض ذا لأن تصير مشكلة ذبح ولا يصير شيء، وراح يمشي شوي يقول حول نص ساعة كذا من ركضه ذا إلا وصل له عند بيت شعر ثاني، وصار يصوت يا أهل البيت يا أهل البيت دخيل دخيل دخيل. يوم جاء قال حي الله الدخيل تفضل أنت وصلت، دخل الدخيل هذا وقلطوه وذبحوا له خروف وقالوا له إيش مشكلتك، وقال لهم علمهم بسالفته أنه جاي ضيف على بيت شعر حولهم حول نص ساعة وجلس وفي واحد يتكلم على القبيلة اللي هو فيه وما تحمل وضربه كف، بعدها هرب من البيت ووصلت للبيت هذا ودخلت عليكم، خفت انهم يجون يلحقوني يسوون لي شيء ويذبحوني. قال خلاص وصلت ما عليك. وشوي الا جات السيارة هذه، سيارة هذاك الضيف الثاني جاء وجاب السيارة عرفه، قال هذا اللي أنا ضربته، قال ما عليك. يقول يوم نزل من السيارة إلا هذا راعي البيت اللي مضيفهم الأول، أخذ سيارة هذاك الضيف الثاني المضروب، أخذ سيارته عشان يلحق على الرجال هذاك، وجاء عند بيت الشعر هذا ويمشي على جرة الرجال هذا لين جابه. قال هذا الرجال عندكم؟ قالوا عندنا. قال يوم جاء عندهم إلا كل واحد ماسك له سلاحه معه
وقال ما تقربه هذا دخيل علينا. قال الرجال هذا جاي ضيف عندي، الضيف الأول هذا اللي عندكم، والضيف الثاني بعد جاي ضيف عندي، ويروح يضربه الضيف الأول، يضربه كف عندي في ال... قال ما يضربه في بيتي. قالوا خلاص، قالوا حنا بنحلها. قالوا شوف أنت رح وإن شاء الله نحلها. يقول لك، يقول هذا دخيل عندنا ما نقدر نطلعه. يقول يأخذون الدخيل هذا، قال يهربونه. قال له لك الثلاث أيام، رح رح أطلع ورح أوصل هذا الطريق ديرتكم هذه، ورح الجهة ذي توصل ديرتكم، ورح قبل ما يجونك ثلاث أيام. هذه أنت عندنا ما أحد يقدر يجيك بعد الثلاث أيام، ترى ما نقدر. يقول لك وطلع وصار يمشي يمشي يمشي، أخذ حطوه البعير حقه، وأخذ البعير حقه وصار يمشي عليه، يروح يروح لين يقول لك شوي له ضيع، يبي يروح نفس منطقته وضيع. يقول لك وضيع، يوم ضيع قالها بيت شعر، وذبح الظما وذبح الجوع، قال بيقلط على هالبيت هذا. يقول لك يوم جاء البيت الشعر قال يا اهل البيت يا اهل البيت وضيف، قال تفضل. ويقلطون، يوم قلط الا خويه هذاك الضيف الثاني اللي اضربه هذا كف، قال انت تدري بان هذا بيتي ولا ما تدري؟ قال والله ما ادري ان هذا بيتك. يقول انا ضيعت في البر ابي منطقتي وضيعت، ولا جيت الا عندك وانا ما ادري. قال خلاص ما دام انت جيت عندي وانت ضيف عندي، وانا سامحتك، سامحتك من الذبح وسامحتك، وتعال وقلطه وقهواه وذبح ذبيحته وقلط على الذبيحه وخلاه عنده حول ثلاث ايام، بعدها خلاه يمشي. مشي. يقول لك يوم انه راح يبي يوصل ربعه، يقول في راحته ويلقى الابل اللي ضايعه للرجال هذا الضيف الثاني، لقى الابل حقته. قال على المعروف اللي سواه لي، انا ضربته كف وسامحني، لازم ارجع لها ابله. وياخذ الابل ويمشي حول ثلاث ايام لين وصل عند الرجال هذا وجاب له. قال هذا الابل حقتك؟ قال لي حقتي، وين حصلتها؟ وين وانت ما رحت لاهلك؟ قال ما في، انا كنت بروح لاهلي وشفت الابل، عرفتها انها ابلك، قلت برجعها لك، انت ما قصرت معي وانا غلطت في حقك. وجاب الابل حقتها، العشرة ابل، وبعدها رجع هو، جاب يرجع لبيته. قال له ما تروح، انت عندك بعير ضايع وانا بروح ادوره معك، انت ما قصرت جبت لي وانا بروح معك. وراح معه يدورون، يقول نزلوا السوق قالوا يمكن يحصلونه، ولقوا بعير الرجال هذا مربوط، وجالسين يسألون يقول من له البعير هذا، من له البعير هذا، وحصله حصله وخذ ذا البعير هذا، أخذ بعيره وراح لديرته، وهذاك راح لديرته. وهذه القصة انتهت.